إننا في الجيش الوطني الشعبي نعتقد أن من يؤمن بوطنه لا بد أن يؤمن بالقيام التي تحفظ وتصون هذا الوطن. فالإيمان بالوطن يتطلب أفعالاً في الميدان وليس مجرد أقوال، كما أن مردود الإنسان العملي والمهني هو معيار صدق إيمانه بقيمه ومبادئه وبمصلحة وطنه. وعليه فإننا نحرص في الجيش الوطني الشعبي على أن يتجسد هذا الارتباط الوجداني بالوطن ويتحول إلى أفعال وإلى أعمال ميدانية ملموسة، وذلك من خلال استنهاض الهمم وترسيخ حب العمل النزيه والمخلص في نفوس كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي سلي الجيش التحرير الوطني، وإنجاح مسعى توزيع الأدوار والجهود بينهم بالعقلانية المطلوبة خدمة للأهداف المرسومة التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من الأهداف الكبرى.